أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمس النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله وعده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ بلى من كسب سيئة وأحاط به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم لدياركم وأقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم لدياركم تظاهرون عليهم الإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون بحكم الكتاب وتكفرون بالبعض؟ فما جزاء يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، والله بغافل عما يعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد وآتنا عيسى ابن بالبينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم كانوا بقدر يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به انفسهم اي كفروا بما انزل الله، ويجزي الله بفضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين؟ ولقد جاءكم موسى ببينات ثم تعزتم عند ربه وانتم ظالمون. واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه اسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم عند بكفرهم. قل بئس ما يامركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين. قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه بدون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين، ولن يتمنوا ابدا بما قدمت
مفسديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ومن الذين أشركوا يود أحدهم أن يعمر حسنة وما هو بمستسعه من عذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه أرسله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وأمرا وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. لما معهم وبدأ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما قتل على الملك في بابل هاروت وماروت. وما يعلمان بأحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من الكتاب والمشركين أن يفصل عليكم من خير ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما نسخ من آية أو نسها نأتي بخير منها أو مثلها، أن تعلم أن الله على كل شيء قدير، أن تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، وليتبدل الكفر به ما بفضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم لمدينة أهلكم كفارا حسدا من أنفسهم كلمات هي لهم حاطة نحو اصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم بخير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وقالوا للفلجنة إلا مثال هود ونصارى تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من استمرجه لله وهو مسلم فله أجره عند ربه ولا خوف عليه ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون بقولهم، فالله يحكم
أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ونسأل أصحاب الجحيم ونصرنا عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم قل لهم الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم حتى الذي جاءك من العلم ما لك من الله ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيء ولا يقبل منها عدل ولا تبعها شفاعة ولا هم ينصرون وإن ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال وبذريتي قال لا ينال عهد الظالمين ولجعل البيت مثابة للناس وأمن ارتعدوا بمقام إبراهيم رسولا وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل وهي بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود وقال إبراهيم رب هذا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك وبذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا يبلغ عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ويغرب عن ملة إبراهيم إلى مسمي أنسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وأوصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون كنت شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بني قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون تلك أمة خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا ونصارى تهتدون قل بملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأصحاب كانوا هودا ونصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن الله ممن كتب شهادة عنده من الله والله بغافل عما تعملون تلك أمة خلت لها ما كسبت
ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.